في للنشر هذا الأسبوع: من يريد تحويل اللاجئات السوريات إلى سبايا اعتراضاً على حالته المعيشية حاول إحراق ابنه أمام مبنى الجلي. هذا ما حصل بين خالد ووالده بعد المواجهة بينهما في برنامج للنشر. بأي صفة يفاوض بلال دقماء في قضية المخطوفين اللبنانيين؟ للنشر مع طوني خليفة، السبت بعد الأخبار على الجليل.